الانترفنشنال راديولوجي او الاشعه الجراحيه ببعض الاحيان بسموها الاشعه التداخليه، هي عمليات جراحيه حديثه جدا بتصير من خرم الابره. ليش بسموها اشعه جراحيه؟ لانه في اسم جراحي واسم الاشعه. الاشعه هي اللي بتعطينا الرؤيه. الحكيم اذا بده يعمل عمليه جراحيه بده عنصرين، عنصر اللمس اللي بيصير بايديه وعنصر الرؤيه اللي بيصير بعينيه. الاشعه الجراحيه الرؤيه بتصير بواسطه الاشعه، يعني سي تي ام ار اي او بواسطه الاشعه الفلوروسكوبي اللي بنقلها، يعني الاشعه السينيه. الاشعه الجراحيه هي مثل كانه واحد بده يطلع على الجبل، في شق طريق ليوصل على راس الجبل او في يمشي بالطريق المشقوق اللي هو حوالين الجبل. الاشعه الجراحيه بتستعمل القنوات الطبيعيه تبع الجسم، يعني الأوردة، الشرايين، المجاري الصفراء. منفوت بالمجاري الطبيعية تبع الجسم لنوصل للعضو اللي بدنا نوصل عليه ونعمل فيه العملية، سواء كان الكبد أو الرأس أو القلب أو الكلى أو أي عضو تاني بالجسم. بواسطة الأشعة الجراحية فينا نعمل أكثر من 150 نوع عملية. فينا نعمل عمليات الأورام الخبيثة، عمليات الأورام الحميدة، عمليات الليثة بالرحم، عمليات تسكير الشرايين أو فتح الشرايين. فينا نعمل كثير عمليات بواسطة الأشعة الجراحية، ولكن هالشي ما بيعني أنه كل عملية بتنعمل بالجراحة التقليدية فينا نعملها بواسطة الأشعة الجراحية. في بعض العمليات بينعملوا بواسطة الأشعة الجراحية فقط، في عمليات بينعملوا بواسطة الأشعة الجراحية والجراحة التقليدية، وفي عمليات بينعملوا بس بواسطة الجراحة التقليدية. لذلك المريض لازم يعرف عن حالته أكثر ويعرف إذا هالعملية بتنعمل بواسطة الأشعة الجراحية ولا لا، لازم تنعمل بواسطة الجراحة التقليدية.